في المستهل وقعت 4 شركات جزائرية وصينية على اتفاقية لإنشاء شركة ذات أسهم تتكفل بتطوير مشروع الفوسفات المدمج في شرق الجزائر باستثمار يحاضل 7 ملايير دولار. المشروع هو الذي يعد أول إنتاج مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي والأسمدة، يستهدف إنتاج 5.4 ملايين طن من الأسمدة سنويا واستحداث ما يقارب 12,000 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز وحوالي 6,000 منصب شغل مباشر وأكثر من 24,000 غير مباشر خلال مرحلة الاستغلال. وسيشمل المشروع تطوير واستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحضبة بمنطقة جبل العنق بولاية بسة والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بسوق راس وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدا إلى جانب المنشآت الميدانية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة. Le projet, c'est un projet très important en termes d'investissement, qui est autour de 6 jusqu'à 7 milliards de dollars, plus les projets connexes qui sont nécessaires pour accompagner ce projet, notamment toutes les infrastructures nécessaires. Donc cette signature, ce n'est pas l'objectif en elle-même. C'est la première étape. Il y a un grand travail qui attend le projet pour arriver le lancement des travaux. هذا الاتفاق راح يسمح لنا بتأسيس شركة جزائرية صينية للأسمدة اللي راح تقوم في مرحلة أولى بجميع الدراسات الاقتصادية والتقنية وبعدها نشرع مباشرة طبعا في إنجاز المشروع. المشروع هذا اللي يمس مباشرة 4 ولايات اللي هي تبسة سوق هراس وسكيكدا وعنبة. تبسة طبعا هذا المشروع عنده فوائد اقتصادية وعنده فوائد أيضا اجتماعية، إذ أنه سيشغل في مرحلة الإنجاز ما يزيد عن 12,000 منصب شغل، راح يشغل في مرحلة الاستغلال 6,000 شخص يعني كتشغيل مباشر و 24,000 كتشغيل غير مباشر. لشق المنجمي هذا المشروع يسمح لنا بتحويل كل الموارد المنجمية من الفوسفات محليا، أولا لتوفير هذه المواد على المستوى المحلي وتصدير الفائض من الإنتاج، أيضا سيساهم في الرفع من الواردات من العملة الصعبة بتصدير الفائض إلى الأسواق.